تبذل الدولة جهودا لوضع مصر في مقدمة الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث، هذا وقد تم تجهيز محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بأحدث معدات التشغيل بالعالم لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة. جهود مستمرة وخطة شاملة تهدف لوضع مصر في مقدمة الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث، ومن هذا المنطلق جاءت محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية. المحطة التي تم تجهيزها بأحدث معدات التشغيل في العالم لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة تعمل بها أياد مصرية بنسبة تزيد عن 95%، بما يوفر نحو 1500 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة. إن شاء الله صناعة النقل البحري في جمهورية مصر العربية ماشية بخطوات ثابتة إن هي تكون مركز عالمي للوجستيات وتجارة الترانزيت، مش في منطقة الشرق المتوسط أو في البحر المتوسط بس، لا إن شاء الله إحنا هتكون لنا مكانة إحنا نستحقها في العالم كله في هذا المجال. مصر مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، خطة كبيرة جدا وزارة النقل يعني دفعنا فيها أكتر من 2 تريليون جنيه عشان ننفذ آلاف الكيلومترات من الطرق والسكك الحديدية والأنفاق والكباري عشان نكون 7 ممرات لوجستية متكاملة تربط ما بين كل المناطق الصناعية والمواني الجافة والمناطق الزراعية ومناطق الإنتاج الزراعي والسياحة والمواني البحرية. وتضم المحطة 4 أوناش رصيف و12 ونش ساحة و32 جرارة حاويات عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل، كما تحتوي على ساحات تداول على مساحة قدرها 400,000 متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنوياً واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت. الساحة الخلفية زي ما حضراتكم شايفينها كده وراكم بالظبط اللي هتستخدم لهذه المحطة دي 1,263,000 متر. إنشاء المحطة هو الغرض منه زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول البضائع، سواء بضائع حبوب تاني أو بضائع عامة أو حاويات داخل ميناء اسكندرية. ده الغرض الأساسي من المحطة. الرصيف بطول 581 متر في عرض 53 متر، شغالين على خط من 19 ل 23 متر. تمام، الرصيف عندنا عبارة عن خوازيق مربوطة كلها بكمر وبتعمل على بلاطة، احنا مقسمينها ل 14 بلاطة، احنا خلصنا منهم 2 تنفيذ و3 خوازيق لسه هيصبوا بإذن الله، فإن شاء الله في خلال آخر السنة دي في خلال 24 هنكون مخلصين المشروع ومتسلم. المحطة يوجد بها مبنى إداري خاص بالإدارة والتحكم تم تجهيزه على أعلى مستوى ويقع على مساحة 1200 متر مسطح، كما توجد ورشة رئيسية لصيانة معدات المحطة، وتحتوي أيضا على مناطق تدريب العاملين الذين تم تعيينهم وفقا لأعلى معايير الاختيار وإدماجهم لخطة تدريب على أعلى مستوى داخل مصر وخارجها.